السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من زوايا الحدث. هذه الحلقه سنخصصها للحديث عن السجون السريه التي تديرها الامارات في المحافظات الجنوبيه وواقع الانتهاكات في داخل هذه السجون. إذن طالبت منظمة سام للحقوق والحريات بتشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في حادثة تصفية 23 مخفيا قسرا في سجون تديرها قوات تتبع الإمارات في اليمن. وكشفت المنظمة عن شكوى قدمها عدد من المعتقلين في سجن بير أحمد إلى وزير الداخلية أحمد الميسري، أوضحوا فيها أنهم يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 4 أسابيع. وأشارت المنظمة إلى أن الإمارات تدير ما لا يقل عن 13 سجنا في 8 مواقع عسكرية وسجون سرية تمارس فيها انتهاكات قد ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: من ينقذ المعتقلين والمختطفين في السجون السرية التي تديرها الإمارات، وما واقع المعاملة والانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون في السجون. نتابع مشاهدينا هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش. مطالبة حقوقية بالتدخل الدولي في ملف المخفيين قسرا في سجون يمنية تديرها الإمارات. تأتي هذه المطالبة بعد حادثة تصفية ل23 مخفيا قسرا في عدة سجون، منها سجناء بير أحمد والمنصورة بعدن. منظمة سام للحقوق والحريات والتي مقرها جنيف طالبت بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في حادثة التصفية، والتي بحسب تقرير المنظمة جرت في سجون تدار من قبل شلال وأبو اليمامة ويسران، وكلهم من رجال الإمارات. المنظمة الحقوقية كشفت عن شكوى عاجلة وجهت لوزير الداخلية من معتقلي سجن بئر أحمد، أكدوا فيها استمرار إضرابهم المفتوح عن الطعام الذي بدأ منذ 4 أسابيع. وقالت الرسالة التي صدرت في 20 يناير الجاري إن بعض المعتقلين قد مضى عليهم 3 أعوام دون أي تهم واضحة أو محاكمة عادلة. وفق سام، فإن الشكوى المقدمة لوزير الداخلية أفادت بإخفاء 23 من معتقلي سجن بير أحمد، بينما أكدت الشكوى وجود 16 جنديا في نفس السجن تم تعذيبهم جسديا ونفسيا. وتشير مصادر مقربة بأن هؤلاء الجنود كانوا ضمن تيار المقاومة لميليشيا الحوثي أثناء تحرير عدن. كانت منظمات حقوقية محلية ودولية قد اتهمت الإمارات، الدولة العضو في التحالف العربي، بإدارة ما لا يقل عن 13 معتقلا سريا و8 سجون في مواقع عسكرية تمارس فيها صنوفا شتى من وسائل التعذيب، ما جعل حقوقيين يطالبون بالإسراع بإجراء تحقيق دولي عاجل. إذن مشاهدينا، ينضم إلينا سيد توفيق الحميدي من فيينا، رئيس منظمة سام للحقوق والحريات. سيد توفيق، مساء الخير. مساء الخير لك ولجميع مشاهدي قناتكم الكريمة. أهلا بك سيد توفيق. يعني كيف يمكن تفسير استمرار الإمارات في إدارة شبكات السجون السرية رغم التقارير الدولية المتتالية؟ حقيقة الأمر، إصرار دولة الإمارات العربية المتحدة بهذا الشكل ينبع من أمرين اثنين. الأمر الأول هو صمت الحكومة الشرعية التي من المفترض أن تتولى عملية الدفاع عن المعتقلين وتتولى إدارة هذا الملف والنظر في شكاوي هؤلاء الناس وتقف في وجه المعتدي عليهم أيا كانت هذه الدول، بما يتفق مع المصلحة العليا للمواطنين ومصلحة شعبها. لكن للأسف الشديد لأن الحكومة الشرعية تحولت إلى مرسلة لغسل أيدي الإمارات والمنتهكين من هذه الانتهاكات، كما رأينا في أكثر من تصريح لوزير الداخلية ولمسؤولين يمنيين، إما يقومون بالنفي هذه الانتهاكات أو يقولون بأن هذه السجون تديرها فعلا الحكومة اليمنية وتشرف عليها الحكومة اليمنية دون أن يكون لديهم القدرة على عملية الإفراج أو على عملية تنفيذ الأوامر القضائية. وهذا واضح من خلال ما شهدناه في الفترة الماضية من صدور أكثر من قرارات الإفراج، لكن
الحاكم العسكري للتحالف العربي في عدن أو في المشرفين على سجن بير أحمد يعطلون هذه الأوامر ولا يكترثون بها. الأمر الثاني إلى أن الإمارات العربية المتحدة ترى نفسها فوق القانون الدولي، يعني بمعنى أنه لا توجد ممارسات حقيقية وجاهزة من المجتمع الدولي ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، وإن كانت هنالك إدانات حقيقية سواء من منظمات أو من لجان تحقيق، ورأيناها في أكثر من تقرير سواء للجان التي تتبع مجلس حقوق الإنسان أو على رأسها لجنة الخبراء البارزين، أو اللجان التي تتبع مجلس الأمن، وقد أصدرت تقرير قبل أقل من أسبوع تحدث عن تقويض سلطة الدولة وتكوين ميليشيات مسلحة على حساب هذه الدولة في المناطق الجنوبية. نعم، إذن تكرم بالبقاء معي سيد توفيق. سأشرك معنا سيد حسين المجزري عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، سينضم إلينا من عدن. سيد حسين مساء الخير. سيد حسين هل تسمعني؟ نعم، إذن يبدو أن السيد حسين الاتصال به ليس جاهزا حتى اللحظة، سنعود إليه لاحقا. أعود إليك سيد توفيق الحميدي، كما أشرت يعني هناك تقارير دولية كثيرة يعني في ما يتعلق بحقوق الضحايا وانتهاكات الإمارات في السجون في المحافظات الجنوبية، ولكن لا يوجد تحرك فعلي وجاد من قبل المجتمع الدولي تجاه ما يحدث، يعني برأيك لماذا؟ المجتمع الدولي للأسف الشديد هنالك يعني تستطيع أن تقول لعب مصالح قائمة على صفقات سلاح وصفقات تجارية بالدرجة الأساسية، ربما تحول في كثير من الأوقات عن اتخاذ قرارات قوية وحازمة، وإن كان حقيقة وكلها على حساب الملف الإنساني، لأنه الملف الحقوقي يعني يجب أن ندرك قضية، لأنه لا يمكن أن نتحدث عن ملف حقوقي خالص، بمعنى اليوم نحن يجب أن نتحدث على أن النضالات المستمرة من أجل استقلالية عملية حقوق الإنسان والمؤسسات الضامنة والمراقبة لها أمر ما زال بعيد المنال، حتى القضاء الجنائي وعلى رأسها محكمة الجنايات الدولية ما زالت تخضع إجرائيا لابتزازات وعمليات سياسية طويلة المدى، وبالتالي اليوم المجتمع الدولي هو يقطع نصف المسافة، لكن يبقى له نصف المسافة، بمعنى أن هنالك تقارير واضحة، هنالك إدانات واضحة، هنالك أدلة قوية إلى غير ذلك، وهذا أمر تم حسمه سواء بلجان تحقيق ومنظمات محلية أو دولية أو لجان تحقيق محلية ودولية، تم حسم هذا الأمر وانتهى. نبقى على انتقال الخطوة الثانية، عملية المساءلة الحقيقية والجادة وتخضع للابتزازات. نحن عندما يأتي مجلس حقوق الإنسان كل من عام في كل سنة من شهر سبتمبر، نرى هنالك استنفار سياسي غير مسبوق داخل مجلس حقوق الإنسان، وتنسيقات على أعلى مستوى، تتغير القرارات، تتغير المشاريع إلى غير ذلك، وهذا أحد الاعتبارات. لكن أنا أعتقد أن هذا الأمر لا يستمر طويلا، لأن السياسة لا تدوم، وأنا أعتقد أن الملف اليمني اليوم استطاع أن يخلق رأي عام باغت، هنالك اهتمام إعلامي دولي وهنالك اهتمام إعلامي وأيضا سياسي، وأعتقد أنه كل فترة هذه الدول تفقد الكثير والكثير من سيطرتها على هذا الملف لصالح الضحايا، وسيأتي الحساب اليوم أو غدا أو بعد غد، لأنه التاريخ واضح يعني، ولنا ويجب للإمارات وللمملكة أن يكون لديها عبرة. هنالك الدكتاتور تشيلي دوشامبي الذي ارتكب فظائع وكان يظن أن أحدا لم تطله يد القضاء، لكن في النهاية جرد من كل شيء ومثل أمام القضاء. ونحن عندما نطالب بمحكمة أو بلجنة تحقيق دولية للتحقيق في هذا الأمر، هو أيضا في صالح التحالف، في صالح الإمارات. إذا كانت الإمارات تنفي ورفاء أو من يقفون في صف التحالف
ينكرون مثل هذا الأمر. نحن واضحون قلنا عن للتحقيق في مزاعم، لنعتبرها مزاعم، لنعتبرها ادعاءات، لنعتبرها اقاويل، فلتطرح كل هذه الاسماء، كل هذه المعطيات، كل هذه الادعاءات، كل هذه المزاعم امام هذه اللجنه، ولتقول اللجنه كلمتها. ان كانت الامارات وادواتها في الجنوب لم يرتكبوا ولم يقتلوا ولم يعذبوا، ستخرج صفحتهم بيضاء وسنعتذر لهم. وإذا كانت الإمارات ارتكبت كل هذه الفضائح، يجب أن ينالون جزاءهم اليوم أو غدا، لأن الكرامة اليمنية لا يمكن لأحد أن يتركها أن تهان. نعم، إذن ابقى معي سيد توفيق. عاد إلينا مجددا السيد حسين المجدري، عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان. سيد حسين مساء الخير. يا مساء النور سيد حسين. يعني نتحدث اليوم عن استمرار الانتهاكات في السجون التي تديرها الإمارات في المحافظات الجنوبية. يعني نتساءل هنا، يعني كيف يمكن تفسير استمرار هذه الانتهاكات في السجون بالمحافظات الجنوبية؟ الله. سيد حسين هل تسمعني؟ أتكلم. نعم، إذا يبدو أن سيد حسين هل تسمعني؟ نعم أسمع. السؤال ما سمعته بس تفضل. يعني كنت قد سألتك، يعني كيف يمكن تفسير استمرار الانتهاكات الحاصلة في السجون في المحافظات الجنوبية والتي يعني تدار من قبل الإمارات؟ حياك الله أخي، أشكرك أولا وأشكر ضيفك وأشكركم لاهتمامكم بهذا الموضوع، وهناك أمور تحتاج إلى مزيد من التوضيح للمشاهد ولكم ولكل مهتم بهذا الموضوع. اللجنة الوطنية أصدرت تقرير في سبتمبر الماضي، ملحق به تقرير آخر خاص بالسجون تكلم. إذن يعني هناك مشكلة فعلا في استقبال الاتصالات من العاصمة المؤقتة عدن، وسأعود إليك سيد توفيق. يعني أمام كل هذا الخذلان للمعتقلين في هذه السجون ولأقارب المعتقلين أيضا والمخفيين قسرا، ما الذي يمكن أن يفعله أقارب الضحايا للحصول على حق الإنصاف وجبر يعني وجبر الضرر؟ هو الاستمرار بالنضال من أجل تحقيق هدفهم الواضح والمعلن والظاهر. اليوم هذا الملف حدث في حلحلة كبيرة، وهذا الحلحلة نستطيع أن نقول هو بفضل الجهود المدنية، سواء المنظمات الحقوقية، خاصة بعد أن كشفت منظمة سام في 2018 من مايو عن أول تقرير للسجون السرية، والآن ما نشاهده في عدن أنا لا أعتبره وقفات كما يروج له الإعلام، أنا أعتبرها بداية ثورة حقيقية. هؤلاء يجب أن يلتقطوا هذه الرسالة، هذه الرسالة الظلم الاجتماعي، وقفات الأمهات، وقفات الأهالي، تسريع المعلومات التي تتسرب كل يوم، كسر حاجز الخوف من المعتقلين، ظهورهم أمام قناة عدسات الإعلام، حديثهم للصحافة، هذا الأمر لم يمر مرور الكرام. هذه النضالات هي التي ستكسر القيد، وهي التي سينتزعون من خلال الحقوق بالطرق السلمية، لأننا نحن في عصر الربيع العربي وفي عصر الحقوق والحريات. الجميع شاهد أن النضالات السلمية ضد السلطات الدكتاتورية التي كانت تمتلك كل أدوات القمع وتمتلك كل أدوات والترسانات المسلحة انهزمت أمام إرادة الشعوب، ونحن متأكدون أن النضالات اليوم التي تحدث في عدن والوقفات، أو نستطيع أن نقول بداية هذه الثورة الاجتماعية الحقيقية التي يقودها الأهالي والأطفال والصغار، وهم يطالبون بمطالب حقيقية،
ستغزو كل بيت يمني، وستجد غدا ربما تكون الشوارع كلها ممتلئة من أجل هؤلاء. إذا خذلهم القريب والبعيد، إذا خذلتهم الحكومة ورئيس الوزراء وعبد رب منصور هادي، وتواطأ ضدهم وزارة الداخلية والاستخبارات العسكرية والاستخبارات والأمن القومي إلى غير ذلك، لن يخذلهم الضمير المحلي ولا الضمير الدولي، وسينتصرون، والله سينتصرون اليوم أو غدا. أنا أدعو إلى استمرار هذه الوقفات وبالطرق السلمية، وهو السلمية جدا، من أجل انتزاع هذه الحقوق. نعم، ابقى معي سيد توفيق. سأعود لسيد حسين المجدلي، وأتمنى أن يكون الاتصال هذه المرة يعني بشكل جيد. سيد حسين، هل تسمعني الآن؟ أنا أسمعكم من قبل والآن، لكن في خلل من عندكم محتاج. يعني نتمنى أن يكون قد حل هذا الخلل. وكان التساؤل يعني سابقا هو كيف يمكن تفسير استمرار يعني الانتهاكات الحاصلة في السجون بالمحافظات الجنوبية والتي تدار من قبل الإمارات؟ أسمعك يا أخي، في خلل من عندكم من الصوت، الله أعلم ليش تقطع. نعم، الآن تسمعني؟ الصوت واضح حتى من أول، لكن أحيانا تتصلوا بي من رقمين مع بعض، وأحيانا أنا أسمعكم وأنتم ما تسمعوني، وأحيانا. نعم، أنا كنت قد طرحت السؤال الآن، هل سمعت سؤال سيد حسين؟ لا، ما في معي إلا هذا الآن. نعم، السؤال يعني كنت قد تساءلت يعني كيف يمكن تفسير استمرار الانتهاكات الحاصلة في السجون في المحافظات الجنوبية والتي تدار من قبل الإمارات؟ إذن يبدو أن المشكلة معقدة. يعني شكرا لك سيد حسين المجدلي، نواجه مشكلة بالفعل في التواصل مع سيد حسين المجدلي. وأعود إليك يعني سيد توفيق، يعني وصل الأمر في الكثير من الأحيان بالاعتداء على أهالي المعتقلين والمخفيين قسرا، وتهديدهم بالانتقام من الضحايا أنفسهم ومن أهاليهم في حال يعني استمرت المطالبات واستمرت الوقفات يعني بشأن الجرائم الحاصلة في السجون. أين هو دور الحكومة مما يحدث؟ أخي، ما يحدث في عدن، أنا ربما على تواصل شبه يومي سواء مع الأهالي أو بعض المعتقلين، لدرجة أن أحدهم يخبروني أنت لا تعيش في عدن، أنت لا تستطيع أن تتصور مقدار الخوف والرعب الذي نعيشه. بعض الذين تم الإفراج عنهم ربما لا يستطيعون مغادرة البيوت بسبب الحالة النفسية التي يعيشونها والتعهدات التي أمضوها في السجون. اليوم أحد المعتقلين من تم الإفراج عنه تسربت في وقت سابق إحدى الصور له وهو عليه آثار التعذيب، وأعتقد نقلتها أحد القنوات، ربما تكون قناة الجزيرة. اليوم تم اعتقاله من جديد وتعرض للضرب والإهانات بسبب تسرب مثل هذه الصورة. الحكومة الشرعية أخي اليوم لا يعني لا أنا لا يعني لا تمتلك أي شيء. اليوم الحكومة الشرعية عبارة عن محلل أو مشرع لمثل هذا الأمر. وزير الداخلية حتى يعني لم يصدر إلى حد اليوم بيان أو يقابل الأهالي أو يتحدث حديث عما يدور في عدن. نحن للأسف الشديد بين الكينة والأخرى نسمع وزارة الداخلية وأحيانا وزارة حقوق الإنسان، وربما هي التي تبرر مثل هذه الأفعال. للأسف الشديد المفروض الحكومة هي التي تحمي المواطن. أنا أقول بكل صراحة لرئيس الوزراء ورئيس الحكومة، مهمة الحكومة ليس أن تطعم، مهمة الحكومة أن تحاسب على الكرامة. الطعام سيأتي من الشخص الكريم، عندما تكون كريم ستدير دولتك، عندما تكون كريم ستعمل سيتحرك السوق، عندما توجد الشخص الكريم ستتحرك الحياة. نحن للأسف الشديد اليوم الحكومة اليمنية لا أدري ما هي وظيفتها الأساسية، ما هي وظيفة وزير الداخلية. هو سيد توفيق يعني أيضا حتى البعض يتساءل أنه إذا كانت يعني سلطة السيادة لا تستطيع حماية المواطن،
يعني حتى أن هذه الحكومة عجزت عبر المسارات الدبلوماسية في الوصول إلى حل مسألة هؤلاء المعتقلين والانتهاكات التي تمارس بحقهم وبحق أهاليهم. يعني هناك شيء مريب، يعني الناس تستغرب. الحكومة اليوم مساءلة وهي مدانة وستكون شريك في كل هذه الجرائم. نحن نعتقد ونوقن ونجزم بأن الحكومة مقلمة الأظافر، لا تمتلك من القرار شيء، لكن إدارة السجون هي من السلطات الولائية للحكومة اليمنية، لا يجوز التدخل فيها أو ممارستها بأي شكل من الأشكال. الحكومة اليمنية كأنها تنازلت عن هذه السلطات. اليوم هنالك ليس السجن الوحيد في عدن، هنالك سجن الطين في سيئون، هنالك سجن في المكلا، وهنالك سجن في شبوة، وهنالك حديث عن سجون في المهرة. إلى حد اليوم الحكومة الشرعية هي خط الدفاع الأول، ليس عن المواطن بل عن المنتهكين. يا أخي احترموا هؤلاء الناس، احترموا مشاعر هؤلاء، اخرجوا قولوا كلمة، قولوا نحن لا نستطيع أن نحميكم. لكن بهذا الشكل الحكومة اليمنية مساءلة أمام القانون وأمام الله وأمام هذا الشعب، لأن موقف لأنها هي اليوم آخر حصون الشرعية التي يتمسك بها هؤلاء الناس، والذين ينتظرون منها جوابا واضحا على السلطة أن تفعل أدوات القضاء بقوة وأن تحترم الأوامر القضائية وتنفذ كل الإفراجات التي صدرت لهؤلاء المعتقلين، والذين هم في السجون منذ أعوام طويلة يجب إحالتهم إلى القضاء إذا ثبت أن عليهم تهمة. لأنه حتى الذي عليه تهمة لا يجوز أن يبقى 3 و4 و5 سنوات بدون محاكمة، يجب أن يحاكم ويقول القضاء في كلمته إما بالبراءة أو بالإدانة. نعم، إذن أشكرك جزيل الشكر السيد توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات، كنت معنا من فيينا. وأشرك معنا الآن الصحفي والمحلل السياسي سيد ياسين التميمي. سيد ياسين مساء الخير. يا مساء النور، حياكم الله. أهلا بك سيد ياسين. نتحدث اليوم عن الانتهاكات المستمرة في السجون التي تديرها الإمارات في المحافظات الجنوبية. يعني سيد ياسين، كيف يمكن تفسير استمرار هذه الانتهاكات؟ أولا دعنا نتوجه بالتحية الحارة لمنظمة سام التي كان لها قصد السبق في يعني الإضاءة على هذه الممارسات والانتهاكات منذ نحو عامين. نعم. والتي كانت دليلا لكثير من التحقيقات الاستقصائية والتقارير الموثقة من قبل منظمة حقوق إنسان عالمية. نعم. هي التي اليوم وضعت الجميع أمام حقيقة يعيشها اليمنيون، حيث مآسي السجون السرية والتعذيب حتى الموت، والتي تمارس من قبل السلطات الإماراتية وتحت إشرافها عبر سلسلة من السجون السرية التي تنتشر في المحافظات التي تسمى محررة. وهذه مأساة ارتفعت الشكوى بشأنها إلى أعلى المستويات، ولكن للأسف الشديد حتى هذه اللحظة لم تلقى أذانا صاغية، والكل يعلم لماذا لم تلقى أذانا صاغية، لأن القرار السياسي والأمني والعسكري في هذه المحافظات ليس بيد السلطة الشرعية، وهذه إشكالية وستبقى إشكالية إلى أن تقرر هذه السلطة الشرعية أن تستعيد ولايتها الدستورية على الجغرافيا اليمنية. هناك انتهاكات لم يعد بالإمكان احتمالها، هناك العشرات بل المئات من الموقوفين الذين وضعوا في السجون بدون محاكمات وبدون مساءلة تحت تهم كيدية وغير واقعية. هناك ممارسات تعذيب وهناك تضفيات تقوم على أساس الاحتقان الأيديولوجي والعقيدة الأيديولوجية التي تعبر عنها الإمارات. الإمارات للأسف الشديد تقيم خصومة لا نهاية لها مع أطياف واسعة من مكونات الشعب اليمني، وهي تمارس أعمال قمعية وانتهاكات متعددة الأبعاد. رأينا كيف أنها دبرت عمليات اغتيال عبر مرتزقة أجانب، وهي اليوم لا زالت تواصل عبر أدواتها التي أنشأتها في المحافظات الجنوبية عمليات الاعتقالات والمداهمات والتغييب والتعذيب حتى الموت. صرخات المواطنين التي نسمعها كل يوم تشير إلى هذه المأساة وتشير إلى هذه الجرائم التي بحق الإنسانية التي ترتكب من قبل السلطات الإماراتية في عدن وفي أبين وفي حضرموت وفي لاحق في غيرها. نعم. لكن سيد ياسين، تقارير كثيرة للمنظمات الدولية في بخصوص هذه الانتهاكات الحاصلة في السجون في المحافظات الجنوبية.
الجنوبية، ولكن لا نجد بالمقابل يعني موقف منذ فترة طويلة للمجتمع الدولي تجاه الإمارات وحيال هذه الانتهاكات المستمرة. لا نستطيع أن نقول أن المجتمع الدولي لم يعبر عن موقف ما. هناك تحول في الموقف الدولي، هناك أثر كبير جدا لتقارير المنظمات الدولية بشأن الانتهاكات والتجاوزات. هذا الأمر رأيناه في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان، هناك حدثت ما يشبه المحاكمة لمرتكبي الانتهاكات من مختلف الأطراف التي تحارب في اليمن، وفي المقدمة منها بطبيعة الحال الحوثيون والإماراتيون والتحالف إجمالا الذي يحاكم على الجرائم التي ترتكب على هامش عملية القصف الجوي. لكن العمليات التعذيب هناك توثيق قام به فريق الخبراء عالي المستوى التابع لمجلس حقوق الإنسان ومجلس وفريق الخبراء التابع لمجلس الأمن. القضية اليوم منظورة أمام المجتمع الدولي، صحيح أنه لم تتخذ إجراءات واضحة من قبل المجتمع الدولي. تعرفون أن الذي يهيمن على القرار السياسي في مجلس الأمن هي القوى العظمى التي تقيم علاقة تخادمية أو تخادم مع الإمارات. الكل يعلم أن الإمارات تقوم بمهمة قذرة نيابة عن أطراف دولية تريد أن تصفي حساباتها مع ما تسميه الإرهاب، لكن إطلاق يد الإمارات على عوائنها في اليمن تبين أنه تحول إلى عدوان شامل على الأبرياء والسياسيين والنشطاء وأصحاب المواقف الحرة وأصحاب الأجندات السياسية الوطنية. اليوم أصبح المكونات اليمنية الحية هدفا رئيسيا للممارسات الإماراتية الانتقامية التي نراها اليوم في هذه السلسلة من السجون السرية، حيث التعذيب والتغييب والقتل خارج نطاق القانون وتحييد السلطات القضائية الوطنية. المشكلة اليوم لا تكمن فقط في الموقف الدولي وإنما في هذا التحييد الذي لا يمكن تفسيره للسلطة الشرعية التي باتت ضعيفة أمام ممارسات الإمارات، ويفترض على الأقل مؤسسات القضائية في اليمن أن تتحرك وأن تعبر عن موقفها ومسؤوليتها الأخلاقية والدينية تجاه هذه الممارسات. عليها أن ترفع صوتها إذا كانت السلطة السياسية المحتجزة في الرياض لا تستطيع أن تعبر عن هذه المواقف، على السلطة القضائية أن تعبر عن هذه المواقف، ولكن للأسف الشديد هذا لم يحدث حتى الآن. نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر المحلل السياسي السيد ياسين التميمي، كنت معنا من مدينة إسطنبول. ومشاهدينا بهذا وصلنا إلى ختام حلقة الليلة من زوايا الحدث. في الختام أشكر ضيوفي، كان معنا السيد توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات، كان معنا من فيينا. والشكر أيضا للسيد حسين المجدلي رئيس أو عضو اللجنة الوطنية لتحقيق ادعاء انتهاكات حقوق الإنسان، والذي لم نستطع يعني الاتصال به بشكل جيد. وأشكر أيضا للسيد ياسين التميمي. وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات معد هذه الحلقة زميل محمد عبد المغني، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى نلتقيكم في حلقة قادمة، نترككم في رعاية الله.